اختفاء او سرقه حقيبه محمد عبد الشافي لاعب الفريق الاول بنادي الزمالك، وده الخبر الاول معانا، وهكلمكم عن كل تفاصيل اللقطه اللي حصلت دي. اما عن الخبر الثاني فهنتكلم عن قصه وفاه الاعلامي مدحت شلبي. هل مدحت شلبي فعلا توفى او توفاه الله، ولا الكلام ده مش حقيقي وعباره عن اشاعات؟ وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جت في العرضه. في البدايه كده، لو انت اول مره تشوفني او مش مشترك في القناه، فاتمنى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكره المصرية. لقطة عملت زعر، لقطة بالفعل عملت زعر مع جمهور نادي الزمالك اثناء مباراة انبي ونادي الزمالك قبل بداية المباراة او اثناء وصول فريق نادي الزمالك الى نادي انبي، بخصوص اختفاء شنطة محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك. فضل محمد عبد الشافي يدور على الشنطة بتاعته، مفيش حد عارف هو هل هو فعلا نسيها في مكان ما، ولا هو الشنطة بتاعته اتسرقت فيها كل الحاجات المهمة بتاعته او الحاجات اللي هيستخدمها اصلا حتى اثناء المباراة. وبالتالي كان الموضوع عامل زعر كبير جدا وعامل رعب لمحمد عبد الشافي، هل هيلاقي الشنطة ولا لا؟ بدأ بالفعل يدور، رجع تاني للباس اللي كان جايبهم، فضل يدور، فضل يبص، فضل مش عارف يعمل ايه، المهم معرفش لقاها فين. ولكن بعد كده لما بمساعدة طبعا احد العمال بدأ ان هو يلاقي الشنطة بتاعته، والحمد لله لقى الشنطة بتاعته. ده باختصار موضوع محمد عبد الشافي، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن الموضوع بالفعل كان عامل زعر. وانا دايما كده بحب اجيب لك الخبر الطازة، بقول لك حصل كذا 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 باختصار شديد جدا. قصة محمد عبد الشافي باختصار، او اختفاء شنطة محمد عبد الشافي دي كانت باختصار. تعالوا بقى نروح نشوف لقصة الإعلامي مدحت شلبي. هل الإعلامي مدحت شلبي يا جماعة توفاه الله، ولا الكلام ده مش حقيقي؟ باختصار كده، بدأنا إحنا في الفترة الأخيرة دي نسمع أخبار كتير جدا عن وفاة ناس هي لسه عايشة، وعن حاجات يعني مش عارف أنا أوصفها بإيه بالظبط، ولكن دي حاجات بتدل على عدم التربية وعدم الأخلاق وعدم الدين عند معظم الناس. يعني إيه أنت واحد لسه حي تقول عليه مات؟ يعني إيه تطلع إشاعة في واحد وتقول عليه مات بحاجة أنا يعني دي حاجة أنا شخصيا مش مقتنع بيها، وحاجة شخصيا مضايقاني جدا جدا جدا، لأن بالفعل هي حاجة مش لطيفة. لو هنيجي ندردش مع بعض في الفكرة نفسها، أقول لك إن دي حاجة مش لطيفة فعلا، لأن أنت طبعا دلوقتي ابتليت على حد ابتلاء ما يليقش بأي حد. يعني تخيل كده، حط نفسك مكانه أنت، لو انت مثلا مدحت شلبي دلوقتي وفاتح مثلا السوشيال ميديا او اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، وبصيت دلوقتي ولقيت بيقولوا وفاه الاعلامي فلان الفلاني، انت نفسك شعورك هيكون ايه؟ يعني هو دلوقتي كابتن مدحت شلبي او الاعلامي مدحت شلبي دلوقتي شعوره ايه؟ بيبص على لقطه زي كده ايه؟ بيحس ايضا بايه؟ الموضوع يا جماعه مش لطيف خالص. مدحت شلبي بخير يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه، وراجل سليم بنسبه 100% وصحته زي الفل. يعني ليه اصلا يعني احنا نحب دايما كده نعمل زعر ونعمل رعب لاي حد موجود؟ ما هو انا مش عارف بصراحه اللي طلع المصدر ده تفكيره كان فين. يعني انت كده اتبسطت؟ انت كده شايف ان انت عملت حاجه كويسه؟ انت كده حد مثلا كويس؟ للاسف والله انت كده حد مش كويس على الاطلاق، حد ما عندوش اخلاق ولا عنده دين اصلا ولا عنده تربيه انك تطلع ابتلاءات على ناس او تقول مثلا حاجات ليس فيهم على الاطلاق، يعني حاجه مش فيهم وتيجي تقولها عليا. بصراحه دي حاجه من الحاجات اللي مش لطيفه على الاطلاق. كابتن مدحت شلبي يا جماعه بخير وما فيهوش اي حاجه، وكل الامور على ما يرام وصحته زي الفل. ده في انباء كمان بتقول ان هو اللي هيذيع او هو اللي هيكون المعلق بتاع مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي هتقام غدا الاربعاء. في انباء بتقول كده، ولكن انا مش متاكد صراحه، ولكن في انباء ايضا بتقول كده. يعني مدحت شلبي يا جماعه زي الفل ما فيهوش اي حاجه. اما عن قصه اختفاء الشنطه بتاعه محمد عبد الشافي والقصه اللي حصلت، فايضا محمد عبد الشافي يا جماعه لقى الشنطه بتاعته، وايضا ما فيش اي حاجه، ما فيش اي كلام حصل من الكلام ده كله. ونتمنى ان الناس تفكر بطريقه عقلانيه شويه، نتمنى ان الناس يا جماعه ما تضيفش اي حاجات مش صحيحه على ناس، ممكن جمله بسيطه او كلمه بسيطه تاذيهم في حياتهم، تأذيهم نفسيا. فلا، احنا خلينا اصلا بعاد كل البعد عن الحاجات دي، علشان اصلا ما نشيلش ذنوب على الاقل، علشان ما نحملش نفسنا حاجات هي ما تستحملهاش اصلا. ده كان الفيديو باختصار. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل اخبار الكره المصريه، وما تنساش ايضا تقول كلمه للناس اللي بتقول اشاعات على ناس تانيه.